تعذبت كتير وتحملت كل شي صار، بس ما عاد فيني اتحمل اكتر من هيك وما عاد عندي القدرة لهالشي. بتمنى تخلي عائلتي ترجع ايد واحدة وترجع السعادة لهالبيت وتشفي لي ماهيش وترجع لي ابني كرام مثل ما كان وتخليه ينبسط. بتمنى من قلبي تتحقق امنياتي وترجع عائلتي تجتمع مثل الاول وترجع الضحكة لوجوههم. شو عم يصير هون؟ روحوا سكروا الشبابيك. يلا رح سكرهم. مونا، جيريش، كريتيكا، شو ما سمعتوني؟ روحوا سكروا الشبابيك بسرعة. السعادة، في سعادة كانت رح توصل على البيت قريباً، والرياح غيرت مسارها بهاللحظة وما في موسم مطر، لهيك بتوقع هي إشارة إلكن إنه المرأة اللي رح تنقذ الكل جاي على البيت. الحقيقة اليوم وقف إنه... حكيم، مو حابب اسمع حكيك الفاضي، لسه قاعد عم تحكي كلام غريب وبدون أي تفكير. هالإشارات كلها مستحيل تكون غلط، أنتوا طلبتوا مني أعمل مراسم مشان سلامة هالعيلة وسعادتها وأنا عملتهم، وأنت شفت بعينك شو صار من شوي، مشان هيك مصير هالعيلة رح يتغير من اليوم وطالع. بس حكيم، مستحيل. انت شو عم تقول؟ امورنا وحياتنا مش الحال، خلص تغيرت للأسوأ وما رح يتغير شيء او حتى يتحسن. بس يا مدام رح يتغير للاحسن، من اللحظه هي ما رح يصير غير شغلات منيحه. شايف انه في ضوء ونور كبير رح يفوت على هالبيت، مثل كانه رح تنتهي فتره الظلام يلي صارت عندكم هون من فتره، وكل ما يمر الوقت على اي مشكله شو ما كانت رح تنحل. لهيك بدي توثقوا انه في شي حلو رح يفوت على حياتكم ويخلصكم. بكفي حكيم، حاجه جنان، ما عاد بدي اسمع شي. كنتكم هي البنت يلي رح ترجع لكم السعاده، واذا كانت مع ابنكم رح تحسن مستقبل العيله كلها وتغير مصيرها للافضل، لهيك لازم تنبسطوا منها. لازم ترحبوا فيها وتستقبلوها منيح، لأنه هي رح تنهي فترة العذاب بحياتكم، ومرة تانية هي رح ترجع الحياة لهي العيلة. يا حكيم، أنا بكون كنتهم وأنا مع عيلتي، بس مع هيك لساتنا عم نواجه مشاكل. لا بنتي، انتي وجودك ما فينو يغير مصير هاي العيلة نهائيا. المرأة اللي رح تغير مصير هالعيلة وترجع للسعادة لسه ما اجت ورح توصل لهون عن قريب. وين فايتة مدام؟ برافو، نجحت خطتي أنا وشيرلين. الحكيم قال الحكي اللي كان بدي إياه يقوله.
هلأ أنا رح قلها قدام الكل إني البنت اللي عم يحكي عنها، ورح غير مصير العائلة للأحسن. وإذا تزوجت كاران فوراً رح تنحل كل المشاكل، وبعدها أكيد رح يزوجوني إلو. شو عملتي انتي؟ ما قلت لك اني بتحسس من الدخان؟ انا اسفه كثير، بالغلط وقعت زبديه المي بالنار. ليش انطفت الأضوية هلا؟ كاران، روح شوف شو صاير وشغل الإضاءة فورا. رايح شغله. وقف شوي. أنت اسمك كاران شي؟ طيب رح خبره. كاران لو سمحت فيه، يلا بريد في بدو ياك، يلا قوم. ليش؟ يلا. ما بعرف ليش، بس ماني مطمن أبدا للوضع. مثل كأنه رح تصير شي مشكلة كبيرة. يمكن الشي اللي بضرك وما أنه مفيد لإلك رح يكون خير علينا كلنا. الصينية اللي فيها أغراض المراسم وقعت. كيف بتتجرأي تفوتي لهون؟ انت ليش اجيتي؟ احكي. ماما هي عم تشتغل دكتورة بالعيادة اللي رحنا عليها انا ومرت خالي، اجت لتفحصها لمرت خالي. يعني ما فيك تروحي على عيادة تانية؟ ليش رحتي لعندها؟ تيتي صدقيني أنا ومرت خالي ما كنا منعرف إنها بتشتغل دكتورة بالعيادة. بتعرفي إنه إيد مرت خالي كانت عم توجع كتير، وأنا طلبت منهم أي دكتورة مختصة بالعلاج الفيزيائي تكون فاضية، وأنا ما كنت بعرف حيبعتوا الدكتورة بريتا أورورا لهون. وقت وصلتني رسالة اليوم عرفت إنه هي اللي جاية لهون. بس صدقيني تيتي، بالنسبة إلي هي الدكتورة بريتا مو أكتر. هي هي بريتا؟ ايه. وأخيرا شفتك بعد هالغيبة، انبسطت بجيتك.